السلام عليكم ورحمة الله. درس النهاردة إن شاء الله هيكون عن الدرس الرابع والخامس في يونت 1. نقرأ الكلمات مع بعض. orphan orphan يعني orphan يعني يتيم. adventure adventure عندنا في كلمات كتير بتنتهي بالمقطع char char T-R-E تنطق char. adventure يعني مغامرة. attic attic اللي هي الصندرة اللي موجودة في البيت. sheep sheep يعني خروف أو غنم. mountain mountain اللي هو الجبل. goat goat يعني عنزة. دي أسماء بعض ال دي هنا الدول. switzerland switzerland اللي هي سويسرا. arrive يصل. arrive. bread bread يعني خبز. best friend best friend أفضل صديق. animal animal حيوان. old man دي هنا هتبقى خفة شوية. old man old man يعني رجل كبير في السن. bed bed يعني bed اللي هو السرير أو الفراش. I go to bed معناه أن أنا إيه بروح أنام. bird bird يعني طائر. walk walk يعني يمشي. walk. flower flower. city city. list list يعني قائمة. نقرأ الكلمات تاني مع بعض. orphan adventure attic sheep mountain goat switzerland arrive bread best friend animal old man bed bird walk flower city list. اوكي هنا عندنا الكلمات بتيجي مع بعض يعني فعل يجي مع الاسم ده اسمه الايه collocations يعني فعل معين بيجي مع الاسم فعل معين بيجي مع الاسم. walk in the mountains تمشي في الجبال. walk in the mountains. seabirds seabirds يعني ترى الطيور. live with live with يعيش مع. انا اعيش مع عائلتي بقى I live with my family. at the top of at the top of يعني في اعلى في مكان عالي يعني. at the top of حرف الجر at وبعدين of. a lot of a lot of بتساوي كلمة lots of يبقى انا ممكن اقول a lot of a lot of or lots of الاتنين بيساوي بعض. compare with compare with compare with يعني يقارن بي. any for any sorry away from away from يعني بعيدا عن. انا بعيش بعيدا عن بلدي يبقى I live away from my country. I live away from my country بعيدا عن. بعد كده عندنا الكلمة وعكسها. old young old يعني كبير في السن. طيب young صغير في السن. big يعني big كبير في الحجم. إنما كلمة small small يعني صغير في الحجم. goats هنا التعريفات الـ definitions. الـ goats الماعز. animals هي الحيوانات. that are like sheep اللي بتكون شبه الخروف. orphan اللي هو اليتيم. اليتيم a child with no mother or father طفل ليس لديه أم أو أب. they are dead يعني هم متوفيين. attic اللي هي الصندرة. a room at the top of a house هي حجرة في أعلى. at the top of في أعلى المنزل. city ممكن نقول city أو بالأمريكان city city المدينة. a place with lots of houses and shops طبعا houses ما اسمهاش houses اسمها houses. اوكي هو مكان بيكون فيه بيوت كتيرة وإيه ومحلات دي اسمها city city. طبعا القرية أو الريف اللي هي إيه village يبقى عكس كلمة city عكسها كلمة إيه village يعني village قرية. أوكي village. بعد كده عندنا التصريفات الأفعال. known you known known you known تصريف أول تاني تالت مضارع ماضي تام.
sleep slipped slipped sleep slipped slipped. يا ريت ترددوا ورايا وانا بقرا الكلمات. go went gone go went gone يذهب يعني دي يذهب ودي ذهب. يشرب شرب شرب. drink drank drink drank drunk drink drank drunk. eat ate eaten eat ate eaten. بعد كده عندنا الكلمات اللي فيها بعض الكلمات اللي بتكون تلخبط شوية مع بعض. عندنا sheep قريب شوية من كلمة cheap بس دي اسمها sheep انما دي فيها ch like الصوت ده ch ch cheap يعني رخيص انما دي معناها خروف. عندنا كلمة list يعني قائمة بالحاجات اللي احنا مثلا اشتريناها او الحاجات اللي احنا مطلوب نجيبها دي list. انما المنيو دي خاصة بالاكل اللي بتكون في الايه في الريستورانتس في المطاعم. عندنا كلمة bread و beard. bread اللي هو الايه الخبز و beard اللي هو الايه اللحية. read the story and both these pictures in the correct order. ارى القصة اللي موجودة واضع الصور اللي موجودة عندنا دي في الايه في الترتيب بتاعها. الصور اللي موجودة دي مطلوب مننا ان احنا نرتب. طبعا عندنا ايه اول القصة هيدي is the story of an orphan girl. هيدي هي قصة is the story of هي قصة an orphan girl بنت يتيمة. she goes to live with her grandfather in Switzerland. هي بتروح ان هي تعيش مع مين مع جدها with her grandfather مع جدها in Switzerland فين في فرنسا sorry في سويسرا. her grandfather is an old man. جدها رجل old man يعني رجل ايه رجل كبير. وطبعا عرفنا ان كلمة orphan يعني ايه يتيم. he lives in a small house. هو بيعيش في منزل صغير in the mountains في الجبال. in a small house in the mountains في الجبال. and he has lots of goats. وهو عنده لما يكون الفاعل مفرد عنده يعني has طبعا عندهم يعني ايه have زي have انما هي مفرد فبتاخد ايه has يعني لديه. lots of goats كثير من الماعز. هيدي sleeps in a bed in the attic of the house. هيدي بتنام في سرير in the attic في الصندرة اللي موجودة في أعلى المنزل. she drinks goat's milk. هي بتشرب لبن الماعز. and eats وبتأكل طبعا هنا إس لأن ده مضارع بسيط وشي مفرد. ناخد بالنا إن drinks وeats معطوفين على بعض زي اللغة العربية طالما جه بينهم and ياخدوا نفس القاعدة. she drinks and eats bread and cheese وبتاكل خبز وعيش جبنة خبز وجبنة. every day she walks in the mountains with the goats. كل يوم مضارع بسيط كل يوم تكرار. she walks هي بتمشي في الجبال مع الماعز. her grandfather جدها and her best friend Peter مع جدها وصاحبها Peter. she sees birds and flowers. she's very happy. هي بتشاهد الطيور والأزهار أو الزهور هي مبسوطة أو سعيدة جدا. but one day لكن في يوم من الأيام Hedy's aunt عمة هيدي بتصل arrives and takes her to the city واخدتها معاها المدينة. هيدي doesn't like the city. هيدي ما حبتش doesn't like يعني لا تحب المدينة. and she is very sad وهي حزينة جدا to be away from her grandfather ان هي تكون بعيدة عن ايه جدا. يبقى why is هيدي sad because she doesn't like the city and she doesn't like to be away from her grandfather ومش عايزة تكون عن جدا وهي كمان bitter and the goats والماعز بتاعها. هيدي has lots of adventures in the city. هيدي عندها مغامرات كتير فين في المدينة. اوكي دي الأسئلة اللي موجودة على الدرس هنحلها مع بعض. is a very high
حاجة بتكون عالية جدا اللي هو الايه الماونتن. has no mother or father، ما عندوش ام او اب، ده بيكون مين؟ اسمه الايه اليتيم اللي هو كلمة orphan. كايرو عن الكسندريا، القاهرة واسكندرية بيكونوا ايه؟ are big ايه؟ yes are big countries، دول، انما احنا بنتكلم على cities اللي هي المدن. is at the top of a house، اللي موجود اعلى البيت. ايوه اللي هي الصندرة اللي هي كلمة attic. A farmers like to keep to get meat and milk، المزارعين بيحبوا ان هم يربوا، keep للماشية معناها يربي، to get milk and meat لبن، لحمة ولحم ولبن، يبقى بيربوا ايه goats. طبعا هنا كتب لنا كلمة تشيب عشان يلخبط، يعني لو هي الاختيار الصح هتكون SHEEP sheep، انما هي cheap يعني رخيص. most people eat lots of food with a، معظم الناس بتاكل الكثير من الاطعمة مع الايه، بتاخده بايه، اكل كتير بيتاكل بالخبز اللي هو البريد. very young people like to have many، الناس الصغيرين بيحبوا ان هم يكون عندهم many ايه، يكون عندهم مغامرات كتيرة، يبقى many adventures. children like to drink، الأطفال بيحبوا ان هم يشربوا. in the morning، الأطفال بيحبوا يشربوا ايه في الصباح؟ yes هو المفروض الإجابة تكون milk، لكن ال young people أو ال older people they like to drink coffee in the morning، فهم أطفال فهنختار كلمة milk. he's a man، هو رجل معاه أو عنده 3 أطفال، يبقى with 3 children. هنا هنختار ال هنطلع، طبعا هو حاطط خط تحت الإجابة الخطأ وعايز التصحيح. she lives، هي بتعيش في جدها في الريف، country هنا معناها الريف، الريف. هي بتعيش مع، يبقى مع يعني ايه with، live with تعيش مع. goats are animals that are like sheep، لا الماعز هو الحيوانات زي الخرفان، لا الخرفان sheep. okay she spills in a bed in the attic of the house، لا هي بتتهجى في السرير في اعلى المنزل، صندرة على المنزل، لا عايز يقول ان هي بتنام، يبقى شيء ايه sleeps، شيء sleeps يعني تنام، وبحط اس للفعل علشان شيء مفرد مضارع بسيط. قلت لكم المضارع البسيط بيستخدم في معظم الجمل اللي موجودة في حياتنا، بنام، بصحى، بروح، باجي، باكل، بشرب، بعمل، كل دي أزمنة مضارع بسيط. أتمنى تكونوا استفدتم من فيديو النهاردة، ياريت ما تنسوش تضغط لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان يصلكم كل الدروس. goodbye.